زاتر سيكي هو مسؤول. اذا كان عنده ما يثبت ميساج صرح به الشعب ونشوف وقتها نعرف كلامه صحيح ولا غلط. دونك هو عنده بار دو ريسبونسابيلتي في الحاجات هذه. احنا تو في محاسبه صحيحه على مش محاسبه تاع يوسف الشاهد. اذا سرق يستاهل ونطالبوا سعيد نزيد نقول له مره اخرى اقضي عليهم بالقضاء كما حبيت تقول، مش تتكلم وما تشدهمش. اكثر انسان ينجم يكون يتحاسب في رايانا. بيت ما يثبت خذ حقك. الوزير الاسبق محسن حسن يقول في تصريح ليه تونس تحصلت على اكثر من 56 الف مليار منذ سنه 2011 والفلوس هذه توجهت نحو المسالك غير الملائمه. كلامه صحيح ولا غلط؟ اذا كان عنده ما يثبت ميساج صرح به الشعب ونشوف وقتها نعرف كلامه صحيح ولا غلط. دونك اما كلام هكاك من غير جوستيفيكاسيون حكايه معناها ما نجموش نتفاعلوا معاه، حاجه ماهيش معناها عندك جوستيفي بروف عليه ولا ايتاي كريتي. اذا كان موجوده معناها كلامه هو صحيح بالطبيعه نحن تو ما شاء الله قدمنا خطوه في حكايه المحاسب. يقول قايل هو وزير اسبق يعني هو كان عضو من اعضاء الحكومه هكا ولا ما تراش انه هي سياسه رمية نحمل؟ يشبيه هو كي كان وزير اسبق وعنده المعطيات هذه كل ما فاتش بها الوقت هذاك. علاش ما فاتش بها؟ يتساءل ان يتساءل. لذي كل حادث ولا اسبق؟ اي اسبق تكلم عليه فما معناها تجاذبات سياسيه فهمتني؟ شوف احنا بالنسبه للمحاسبه الفساد احنا تو في محاسبه صحيحه حارة. مش محاسبه تاع يوسف الشاهد حارب على الفساد انا يا تونس الكلام شويه ذوم لا تو في محاسبه صحيحه. إذا كان السيد هذا كلامه صحيح مرحبا به، ظهري مع الرئيس هذا كل شيء رجلو، هات ما يثبت خذ حقك. 56 مليون يقول قال حتى 1000 مليار، لو كان 20 ألف مليار منهم متوجد في الاستثمارات. قال 56 ألف مليار. أي أي. بالنسبة لي أنا ما نصدق وقت يخرج رئيس الجمهورية. تونس كيفاش تولي لو كان خصصنا 20 ألف مليار بركة منهم. استثمارات من ولو نحكوا على المونطون هذا اذا ما السيد رئيس الجمهوريه يخرج ومعناه ياكد الكلام جوستيفيكاسيون وقتها تو نولوا نحل مش نعملوا معاهم نعملوا بهم برشا حاجات اول حاجه برشا حاجات شنو هما الحاجات نتفاهموا 12 مليون كل واحد شنو يحب ان شاء الله يوصلون علينا مليار 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 يعطوك انت زوز انا ثلاثه داخل العرس عايشك ربي يفضلك عايشك سي جونتي. التونسي اليوم متفائل والا متشائم بالوضع العام؟ متفائل بالوضع السياسي وبالوضع العام في البلاد متفائلين بالكدا بالكدا. 25 جويليه 25 جويليه نعم اغزر ما نحكوش بعد 25 جويليه لسه معناها لي دات سي با ان روبير لكن احنا قيس سعيد معناها جاء قبل 25 جويليه لكن فما مسلك مشاه نهار 25 جويليه. اش معناها نهار 25 جويليه؟ شو في بعض معناها فما فئه عندنا هنا توانسه في بالهم 25 جويليه دات لشيفر كوم لي 7 نوفمبر فهمتني؟ لا 25 جويل خذا مسار الرئيس نعرفوه قبل 25 جويل لكن خذا مسار ان شاء الله المسار هذا انا كمواطن تونسي فهمتني؟ وبدون مجامله قاعد نشوف فيه مسار صحيح. في اطار نفس الموضوع في البريود اللي فاتت رئيس الجمهوريه قيس سعيد يقول لقد دقت ساعه الصفر وحان وقت محاسبه الظلام. بالنسبه لك انت هل بدا في التنفيذ ولا خاطر سمعنا اللي تم ايقاف نائب البرلمان المنحل رشد الخياري كان سمعت. شوف اذا كان انسان متورط في الفساد وعنده ادله تاع فساد وقبل كان معناها فماش بلغتنا احنا العاميه لغه معناها الشارع مكوفرين وشكون توا مرحبا به ما عندك حتى شيء ترى معناها تخرج على روحك. اذا كان عندك انت ومتورط في حاجات زاده ماكش زايد من العباد زاد التامت قبل بديت الحرب على الفساد تاع يوسف الشاهد مشات فيها عباد مساكن ضحايا ضحايا على الاخر شكون اللي مشى ضحايا؟ الشوفور العساس فهمتني اللي صح وما يدريش مزروب مشى بالنيه هذيك الحرب على الفساد عملوه كلو باش يخدموا به لكن تو دخلنا في بارتي صعيب هو الفاسد شكون هو؟ رجل الاعمال مثلا مع كامل احترامات مش رجال الاعمال الكل معناها رجال الاعمال مهربين هذوما كنا نشوف نسمعوا بهم قبل كناش نسمعوا بهم هذوما قبل فماش قبل وزير تشد في عهد فيش راه تونس خمس سنين قدام والله اخزر اكيد اكيد مش كما قالت كي دبي هي اسمعني ان شاء الله ربي يحمينا مادام مسلمين وبلاد مسلمه وتشاهد لا اله الا الله محمد رسول الله ان شاء الله ربي يحمينا وان شاء الله ربي يوفقنا صح ميرسي اختي ربي يفضلك ها
رأيي أنه هو تو دابور إلي تي مينيستر معناتها في الغوفرنمون اللي سبقه، هو في بارتي دي جون لا دونك كي هو يقول هكا دونك هو يعني هو أكثر إنسان ينجم يكون يتحاسب في رأيي أنا، لأنه يعرف فما أكثر من 55 ألف مليار قلت لي شيفر أبابري، دونك هو عنده بار دو ريسبونسابيليتي في الحاجات هذيا. سياسة رميان حمل هذه؟ نتصور جات لي بونس وبعد يقول ليزوتر 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 سيكي هو مسؤول. شنو الحكومات المتعاقبه لمده 11 سنه؟ والله انا من نظري كمواطن اضافت حاجات معناتها يعطيهم الصحه اللي خدموا الكليكا وقعدوا كانوا ينجموا ربما يضيفوا حاجات اخرين ربما تعرضوا لبرشا تعطيلات والاضرابات ونتصور من الحاجات العراقيله اللي عرقلت وفما بار من الشعب الكبير اللي ما كانش معاهم معناتها مساندهم. دونك ديكو القوله 56 الف مليار يقول القائل كيفاش لم يقع استثمارهم. التونسي يتسائل يقول لك انا فلوسي هذيك دولتي يعني الثروه نتاعي تبعتني كمواطن وين قاعده تمشي؟ والله ربما معناتها حسب ما نشوف الناس اللي معناتها هي جارات معناتها جارات هم ربما بنيه صادقه مي ما كانوش عندهم ربما نقصهم خبره في التعاطي مع القروض ومع الحاجات هذه، يعني هما نوعا ما معناتها ما كانوش ربما اجتهدوا ما اصابوش كيف يقولوا. ان شاء الله اللي جاي خير للبلاد وكا هو، انا حسب رايي معناتها نتصور اللي ان شاء الله احنا كنا امل تونس ودابور تونس قبل كل شيء قبل الاحزاب الكليكا، وان شاء الله الاجيال اللي جايه تلقى افنير خير من اللي لقيناه احنا سيرتو احنا في لي زاني 2000. انت تونسي مقيم في فرنسا. أكيد مش كيما المواطن اللي يعيش في تونس مش كيما المواطن التونسي اللي يعيش في الخارج. حكيوا عن النظرة الخارجية لتونس. والله كنظرة خارجية أنا متفائل برشا بتونس من الثورة لتو متفائل برشا. فما حاجات صحيح باهية في البلاد فما حاجات خايبة. الإشكال وين الإشكال؟ تجي الإدارة التونسية وين أكثر خلل؟ إنه الموظف مش قاعد يخدم اللي عند الدولة مش قاعد يعطي في الواجب 100%. جي في فرنسا بار إكزومبل. الاداري يخدم خدمته بقطع النظر شكون يحكم ما يهموش ولا يقول لك انا البلاد ماهيش نو الناس كل غادي اوبتيميست وتحب تخدم وتحب تخدم بلادها. هنا الاشكال في تونس اللي ساعات تدخل باش تقضي حتى قضيه مثال اداريه المواطن تحسه اللي كانه معناتها يبين لك هو كل بارتي بوليتيك هذا الاشكال. الوغ كي فرنسا نو جامي تسمع انه يقول لك كسوا دروات ولا جوش اللي يحكم ما يهموش سكو هو عنده رول باش يأديه على احسن واجب وكا هو. واش نحكيو لهنا على الضمير المهني؟ بشكل كبير لازم يكون عندهم ضمير مهني كبير ولا غالب مش الكل ما نجمش نعمم ما فما امبار كبيره انها مش قاعده تخدم في البلاد كوم يلفو بالنسبه لي تمشي الادارات لغه السيستم طايح والمسؤول مش هنا. انا عملت دوموند في حاجه كنقول لك الدوسيي مشيت حتى لتونس وما فما حتى ريبونس ورجعت المندوبيه الجهويه للفلاحه في بنزرت والدوسيي معناتها فاغ ما تمشي لتونس تقول لك تونس ما جانا شيء ما زلنا نستناو ترجع لبنزرت يقول لك احنا بنزرت بعثنا كل شيء يعني فما لخبطه كبيره وبصراحه ما زلنا بعاد وان شاء الله الاجيال القادمه متفائل لتونس؟ ان شاء الله بيان سور كان ما جيش متفائل ما نحبش تونس. يقول لك بلادي وان جرت علي عزيزه ديما تقعد بلادي على غالب شاءت الاقدار ان احنا تهجرنا وكل شيء معناتها طريقه نجم نقولوا لا اراديه واراديه من حد نحنا ما احنا احنا ما نافي با لو شوا مي معناتها ديما تقعد تونس في القلب ديما نحبوها قطع النظر شكون يحكم. فما حاجه نحب نقول لك الحاجه اللي ما خلاتش البلاد تقدم سي كل الاضرابات بعد الثوره والناس حبت برشا ناس حبت تعرق للناس اللي جات حتى كي سوا ذات النهضه البوفوار ولا الله يرحمه القائد السبسي الباجي يعني ناس تحس حابه تقدم وتحابه البلاد ما لا غالب لقاو ديزوبستاكل.